هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريا زكي مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ومحافظ القاهرة خالد عبد العال هنأهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يأتي متزامنا مع ذكرى ثورة 30 من يونيو. وقال زكي خلال اللقاء إن دار الإفتاء تلتحم مع قضايا الوطن، ومشيرا لتأثيرها الحقيقي في الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي للمصريين، فيما أكد مفتي الجمهورية اعتزازه بتهنئة القس أندريا زكي التي تعبر عن قوة ومتانة الشعب المصري. أولا إحنا بنهنئ كل المصريين ونهنئ فخامة الرئيس بعيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو. بالتأكيد 30/6 خلقت واقعا جديدا، خلقت الجمهورية الجديدة، خلقت إنسان مصري جديد. الحقيقة حوار بيكون حوار مصري خالص. إذا كان يعني البعض وهو يشير إلى ثورة 30 يونيو بأنها أنقذت مصر، أنا بعتقد بأن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن العربي كاملا وليس مصر فقط. هي بدأت من هنا وحررت العقل العربي وحررت العقل الإنساني كله من هذه الوصمة التي وصمت بها الجماعات المتطرفة الأديان، بأن الدين يستغل لصالح أغراض سياسية معينة. الدين جاء لحماية الإنسان وجاء لسعادته ولمصالحه في الدنيا والآخرة، لكن أيضا هناك اعتبار للتخصص وللعلم وللمنهجية. هؤلاء خلطوا الأوراق تماما. رسالة بنوجهها للعالم كله، بنقول هي دي مصر بأبنائها، هي مصر متماسكة ومترابطة. ويعني بيتزامن طبعا يعني هذا اللقاء مع يعني الاحتفال بثورة 30/6، ثورة الإرادة والتحدي.